رجع وش الصبح يا نينا؟ هي حصلت؟ انت من امتى بتدخن يا توفيق؟ من الليلة دي، من دلوقتي. وما تتوهيش الموضوع، كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. رد على سؤالي، انت بتصرف الفلوس اللي بناخدها من قوتنا على الدخان؟ انا ما بقتش صغير، وبكره هسدد لك كل مليم اخدته منك. هو اللي بيعرف طريق الدخان بيسدد ولا بيكسر قرش؟ برضه ما تتوهيش الموضوع، كنت فين؟ كنت فين يا نينا؟ كنت فين يا ام الرجاله؟ ما انت عارف هي كانت فين؟ هو مش جورج السائل قدامك؟ عايز اسمعها منها بوداني. انت هتحاسبني ولا ايه؟ ايوه حاسبك. ازاي تخرجي وتسافري الارياف تدوري على الصايع يا فندي ده لوحدك؟ هي حصلت؟ حصلت تروحي تلفي ورا شويه مشخصاتيه وارجوزات جايبين العرض لاهاليهم؟ طب انا بقول لك اهو، من الساعه دي لو ابنك ما رجعش عن السكه دي تعليني انك متبريه منه، ولا هو اخويا ولا انا اعرفه. انا مستقبلي كوم وسكه الارجوز اللي ماشي فيها دي كوم تاني. هو مش الارجوز ده اللي بيصرف عليك يا سي توفيق؟ يا بنت الملاجئ، انت بترد عليا؟ يا لهوي يا لهوي ترد عليا؟ يا لهوي هي اكتمت ايدك عليها. مد مد يا مرات خالي ونزل ضرب في يوسف. هي حصلت؟ اذا كنت لسه بتاخد مصروفك مننا وبتعمل معانا كده، امال لما يبقى عندك ما هي وبتصرف علينا منها هتعمل فينا ايه؟ هيمسك لنا الفلكه. سيبك منه عنينا، انا بكره اخلص علام واشتغل وانا اللي اساعد اخويا نجيب. من غير خوت، انا بقول قرارات تمشي في البيت ده. الاراجوز ده هيضر بسمعتي، لو فضل ماشي في السكه دي يا هتتبري منه يا اما انا هسيب لكم البيت وامشي. ما تسيبه، انت هتذل لنا. ولا انت بترد على اخويا كده؟ اعمل فيك ايه تاني؟ انت هتضربه قدامي؟ بكفاياك يا راجل البيت. اسمعني كويس، انا بس اللي اتكلم. ايدك ما تتمدش على اي حد من اخواتك ولا على بنت عمتك، وصوتك ما يعلاش. ويكون في علمك عايز تقعد هنا من غير شوشره اقعد، مش عايز الباب يفوت جبل كده. طب انا ماشي بكره، وخلي المشخصات ينفعكم.